بنصبح على حضراتكم مره تانية. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره. الطقس هيكون مائل للبروده صباحا، مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشماليه، حار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على اغلب الانحاء. وخلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني في الصباح الباكر الطقس بارد، في النهار الطقس حار، بالليل بيرجع جوي برة تاني. حالة عدم الاستقرار دي مكملة معانا لغاية إمتى؟ يعني إمتى هيحصل اعتدال في الطقس، الوضع الطبيعي في الوقت دوت من السنة؟ التقلبات الجوية والتذبذب في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض لسه مكمل معانا على الأقل لمنتصف شهر 5. يمكن إحنا بالفعل اليوم بنشهد استمرار لانخفاض درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة كمان وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا اللي بيساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بتحجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار، فبالتالي بتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح على أغلب مناطق شمال البلاد، نشاط الرياح أيضا هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة. صحيح. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون ما بين 25 و26 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي ما زالت الأجواء ربيعية نقدر نقول مائلة للحرارة خاصة وقت الظهيرة مع وجود أشعة الشمس اللي بيساعد بشكل كبير على إحساسنا بالدفء فترة النهار. المناطق الجنوبية الأجواء عليها أجواء مائلة للحرارة الحارة أيضا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل طبعا اول ما اشعه الشمس بتغيب، يمكن ده المصدر الاساسي في التدفئه واحساسنا بالاستقرار فتره النهار، بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، بيكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر. أيوه. بسبب كمان استمرار نشاط الرياح اللي بيساعد خلينا نحس اكثر بدرجات الحراره فتره الليل اقل من اللي احنا دايما بنتوقعها. اجواء فتره الليل بتكون اجواء مائله للبروده في اغلب محافظات الجمهوريه. كمان اليوم في شبوره مائيه تكونت على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي شبوره مائيه خفيفه تلاشت فور سطوع اشعه الشمس وما اثرتش بشكل كبير على حركه المرور او الرؤيه الافقيه. ان شاء الله متوقع مع غدا الثلاثاء ان شاء الله تبدا تدريجيا درجات الحراره تتجه نحو الارتفاع بسبب الكتل الهوائيه القادمه من مناطق صحراويه، مرتفع جوي كمان في طبقات الجو العليا. نبدا من يوم الثلاث حتى يوم الجمعه اللي جايه ارتفاع في درجات الحراره، ذروه الارتفاعات تكون يوم الخميس وتوصل العظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه، ثم مره اخرى تعاود في الانخفاض، فلسه في تذبذب بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره. عشان كده احنا دايما بننصح كل الساده المواطنين اللي خففت فتره النهار، ما فيش مشكله تماما من فترات النهار خاصه مع وجود اشعه الشمس، احنا محتاجين نخفف الملابس، لكن فترات الليل لازم واحنا خارجين نصطحب معانا جاكيت، لان احنا لسه هنحس بالبروده خلال فترات الليل، او على الاقل ما فيش ملابس صيفيه خلال فتره الليل خلال الوقت ده. حقيقي. طيب دكتورة منار، هل في فرص أمطار النهاردة، أمطار خفيفة، وهل هيكون برضو في رياح وأتربة ولا لا؟ الحمد لله يمكن الأيام الماضية فرص الأمطار كانت خفيفة وحصلت على السواحل الشمالية، لكن اليوم على مدار باقي أيام الأسبوع إن شاء الله بتتلاشى فرص سقوط الأمطار من على أي منطقة من مناطق الجمهورية، مفيش أي فرص لسقوط الأمطار، يمكن تعاود مرة أخرى مع نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية، لكن أيضا هي فرص ضعيفة وفرص غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. بالإضافة كمان نشاط الرياح اللي موجود مش هيكون مثير للرمال والأتربة لأنها كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، يعني هتساعد بشكل كبير فقط على احساسنا بانخفاض درجات الحراره، لكن وارد مع نهايه الاسبوع يكون في بعض الاتربه والرمال المثاره، لان احنا بنقول مع نهايه الاسبوع هيكون في ذروه ارتفاع في درجات الحراره بسبب الكتل الهوائيه الصحراويه، وارد يكون في تكرار للاتربه والرمال المثاره. طيب هل درجات الحراره، يعني حضرتك قلتي ابتداء من يوم الثلاث وحتى يوم الخميس او الجمعه في ارتفاع لدرجات الحراره، هل درجات الحراره هتنخفض اكتر بعد يعني ابتداء من يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله؟
هو تدريجيا الذروه بتاعت الارتفاعات هتكون يوم الخميس عظمى على القاهره الكبرى، هتكون 33 34 درجه مئويه، وبعد كده هتبدا تنخفض من يوم الجمعه. هتنخفض الجمعه 29 لكن هنحس بيها اكتر مع يوم السبت والحد، ترجع تاني 27 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، نكون اقل من المعدلات الطبيعيه بحوالي 3 درجات. هي الفتره دي هنفضل بعض الايام فيها ارتفاع وبعض الايام هيكون فيها انخفاض في درجات الحراره، لان يعني دي السنه الاساسيه في الوقت ده من السنه الربيع دايما في ارتفاع ملحوظ وانخفاض ملحوظ في درجات الحراره. صحيح. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17، وفي العاصمة الإدارية 26-16، الإسكندرية 24-15، والعلمين الجديدة 23-15، مطروح 21-16، ودمياط 26-16، بورسعيد 24-15، والإسماعيلية 27-18. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى هناك 25 والصغرى 16، أما في العريش ف 23-13، كاترين 22-5، وطوبة 22-18، حلايب 28-20، وشلاتين 29-21، في شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 19، أما في الغردقة فدرجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18. لو رحنا الفيوم هنلاقي درجة الحرارة العظمى هناك 26-14، وبني سويف 27-14، الوادي الجديد 30-16، وأسيوط 29-15، في سوهاج العظمى 29 والصغرى 16، أما في إنا فالعظمى 30 والصغرى 17، الأقصر 31-18، وأسوان 32-19. وبكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. هنرجع تاني دلوقتي لجمانة ومصطفى لأهم أخبار وأحداث النهاردة. عودة ليكم جمانة ومصطفى. شكرا جزيلا يا هلا.